غرب حكايات، كل واحد يحكيك حكايه، فهم؟ تدخل الحبس تسمع حكايه الناس الكل، الكبار شو تواسف في الحبس، هذاك كيفاش طاح وهذاك كيفاش طاح وهذاك كيفاش طاح وهذاك كيفاش طاح وهذاك كيفاش طاح. وانت ما غادي بطبيعه الحال اغلبيه التوانسه القضايا نتاعهم شنو؟ غابره. بدايه الغربه أنا. فما اللي يفلح ويعمل فلوس، وفما اللي يشبه حبس، وفما اللي يضيع، وفما اللي يمشي في الدومين اخر. هو ذيك 80-90% من الحكايات تتخبى، تحكي كان حاجات الباهية وتبين الحاجات الباهية. علاش تبين الحاجات الباهية؟ يبعث شوية فلوس تبين، فهمت ولا؟ ويولي يحكي ويقول لاباس وصبا وصبا، ما برش حاجات ما تحكيش برش. الحرق تكون من هنا من تونس، ما دخلها شيء. المهم تقول لي مافيا، تقول لي كوسانوسترا، تقول لي كومورا، تقول لي اندرانكتا، تقول لي حتى واحد، فهمتني ولا؟ الحرق تتكون من تونس، من تبرمج من تونس. تونس هما اللي حرقوا، وكي توصل غاديك انت بالبيت ما فما حتى حد باش يستناك. معناها في الحرق نحكي من جماعه الحرق، يقول لك انا نحرق يكون وسطك، وتوصل انت ترابني ولا توصل لمبا دوزو، فما شكون غاديك يهزك يدخلك للطليان. هذاك كلهم حكايات فارغه، فماش منها. هي الحرق مبرمجه من هنا، مكونه من هنا من تونس، وماشي بشق البحر بطبيعتك. طلعت انت في شقف ما عاد سير عليك حد. سبعين بالمية معناها اللي ماشي له باش يستغلك، كونش معناها اخوك، وحتى اخوك فما حتى 50% باش يستغلك، 60% باش يستغلك، خاطر غاديك تبدل من طريقة نتاع العباد، وتبدل برشا حاجات، واللي غادي تكون خمك وياك خم كان في روحه. بما اني انا قديم وهذا جاني جديد، انا فهمت اكثر منه، هما حاجتين يا نعلمه ونفهمه كيفاش تجي يا نستغل. وهي معناها ماجور بارتي معناها 80% كلها تستغل. قربت 20 عام وين؟ في بادوفا في ايطاليا. في ايطاليا شنو خدمت؟ خدمت كل شيء. فهم؟ فهمك؟ باهم. خدمت ريسك، ما بدلت حياتي، عملت بوتيك 4-5 سنين صندوق ورقه. باهم 99 مشيت. مشيت 99 شدونا الحاكم في بادوفا. احنا 4 من الناس 5 من الناس ولدهم. منع منا واحد. ظنك وصلنا؟ هزونا للحبس. شو شدوكم في الريسك تخدموا بقدرات؟ شدونا مازلنا كوسلنا ما نعملوا فيها حتى شيء. ما زلتوا بيه؟ بيه. هم ماخذين فكره على تونس كلها تغبر. شدونا نحن زلنا كوسلنا، احنا تونس انا. شدونا في زونة خايبه تاع غابره واحد. احنا مازلنا كوسلنا ما نعرفوش. هزونا 5 من الناس. واحد منا منع هرب، والاربعه هزونا للحبس. عزيت عام حبس. خرجت ريسكي. حتى هما المنتاليتي عندهم غاديك التونسي، كل تونسي جاي باش يغبر. كي دخلت في الريسك شكون حلك البيبان تاع الريسك؟ محلوله بطبيعتها. كيفاش؟ التونسي كل تغبر. زين؟ التونسي كل تغبر. خي هما 95% من التونسي تغبر في ايطاليا. فما شكون يخدم بالحليب؟ فما شكون يخدم 95%؟ 95% من التونسي تغبر في ايطاليا. يعني 5% يخدموا بالحليب. ومن بعد شنو صار؟ من بعد عاد شيء، من بعد بدت الحياه عاد. كل واحد وزهره. من بعد كل واحد وزهره باش يعيش. انا عندي ولدي عمره 14 سنه تو هذيك. من طليانيه؟ اه. قلت عندك من عام شفتوش؟ عندي عامين، عندي عامين. من واحد ما يتكلم فيه انا في فيسبوك ماسنجر نتكلم فيه جوي باهي معاه. وعلاش روحوا بيك؟ ما روحوش بيا، روحت وحدي. علاش؟ اخترت باش نروح. بعد 20 عام؟ بعد 20 عام. معناتها في ايطاليا اخترت تروح لبلادك. اخترت تروح لبلادي ونكمل عايش حياتي. ندمت كي روحت؟ والله من شيها من شيره ومن شيره من شيره ندمت ومن شيره ما ندمتش. علاش؟ خاطر الحياه بتصعب عليا بطبيعتي، بما انه اللي طاه مش يزيد والعمر مش يزيد، وولدي كبر غديكا وانا امي هنا وحدها. معناها هما شاد اختيار في الحياه. اخترت باش نروح. علاش؟ باش نعرس هنا ونعيش حياتي وعرست هنا. عرست الحمد لله لاباس، عندي زوج صغار هنا لاباس. نخدم ترسم، نخدم فيها جنسية دي فياجي اونلاين في الشرقية 2. أموري واضحة معناها لاباس الحمد لله. أنا نحب نسأل على موضوع معناتها الناس الكل تتحاشى الحديث فيه، وهي قرابية 1000 شاب ما نعرفوش المصير نتاعهم، والأغلب نتاعهم معناتها من جهة من هنية، معناتها من الكبارية والوردية. أنا عم تحكي عليهم اللي هما لا نعرفوا وصلوا ما وصلوش. تفقدوا الضم هذاك من نفس الموضوع. أنا ما نعرفوش عليه، أنا ما عنديش حتى فكرة. أنا سمعت بهم غاديك كلهم ولاد حومتي، وخليتهم ولاد كل صغار
انا سمعت ولد فلان وولد فلان وولد فلان معناها نعرفهم اما ما ريتهمش انا. حسب رايك انت كي يهبط معناتها في لامبادوزا ومن بعد يختفي زعما وين؟ سمعني سمعني فماك الاستوار نتاع قال لك المافيا ونحن نعرفوا شكون يدخل لتونس قريتها في الفيسبوك لا؟ الراجل يحكي ما عرفتش لابس ذهب ويحكي في الافينيه واحد فرجت فيها انا ذاك عفات وتبعته خاطر هو ما عاشاش الغربه كي عاش الغربه ولا عارف كيفاش يحكي ولا يحكي كبر زانه معناها واحد ما عاشاش الحمد لله. هي الحرق تكون من هنا من تونس ما دخلها شيء المهم تقول لي تقول لي لا مافيا تقول لي كوزا نوسترا تقول لي كومورا تقول لي اندرانكتا تقول لي حتى واحد فهمتني ولا الحرق تكون من تونس معناها تبرمج من تونس التوانسه هما اللي حرقوا وكي توصل غاديك انت بالبيت ما فما حتى حد باش يستناك معناها في الحرقه نحكي من جماعه الحرقه يقول لك انا الحرقه يكون وصلك وتوصل انت ترابني ولا توصل لامبادوزا فما شكون غاديك يهزك يدخلك للطليان هذاك كلهم حكايات فارغه فماش منها هي الحرقه مبرمجه من هنا مكونه من هنا من تونس وماشي بشق البحر بطبيعتك طلعت انت في شقف ما عاد سال عليك حد انت وزهرك توصل ولا لا ولا تموت فما اللي يوصل فما اللي يمنع وفما اللي يموت وباللي توصل غاديك بطبيعتك تبدا الحياه بطبيعتك كل واحد بقدره ربي باش يبدا لكن اللي يوصل لايطاليا من الصغار نتاعنا من اولادنا الحياه مش سهله يعني باش يلقى روحه بيت تحت قنطره يلقى روحه بيت في جرده من الاول الحياه مش سهله من الاول في ايطاليا مش سهله من الاول باهي لكن باش تمشي انت باش تلقى ولد حومتك وقريبك و باهي هي 70% معناها اللي ماشي له باش يستغلك كونش معناها اخوك وحتى اخوك فما حتى 50% باش يستغلك 60% باش يستغلك خاطر غاديك تبدل من طريقة نتاع العباد وتبدل برشا حاجات واللي بعد كل خمم كل واحد خمم كان في روحه بما اني انا قديم وهذا جاني جديد انا فهمت اكثر منه هما حاجتين يا نعلمه ونفهمه كيفاش تجي يا نستغل وهي معناها ماجور بارتي معناها 80% كلها تستغل كلهم يقع استغلالهم لكن الاغلبيه زاد كلهم في الحبوسات معناتها برشا برشا موجودين في الحبس علاش؟ كي يستغلوا يبعثوا في الريسك يطيشوا في الريسك في البياسات يمشي للحبس فهمت ولا وذاك اللي مشى للحبس المره الاولى يولي يعرف والمره الجايه يتعلم هذاك كما يقول جورج باسوف بيع ادفع باش تفهم الحياه فهمت ولا هي غاديك ادفع باش تتعلم هو دفع عمره وعدى عام حبس ولا عام ونص حبس وتعلم برشا حاجات خاطر تدخل الحبس غربة حكايات كل واحد يحكيك حكايه فهمت تدخل الحبس تسمع حكايه الناس الكل تلقى برشا توانسه في الحبس هذاك كيفاش طاح وهذاك كيفاش طاح وهذاك كيفاش طاح وهذاك كيفاش طاح وهذاك كيفاش طاح وانت وغادي بطبيعه اغلبيه التوانسه القضايا نتاعهم شنو؟ غابره باهي فما شكون يطلع لايطاليا معناتها من نهار الاول سيفيل غاديك يلقى روحه محكوم ب 10 20 عام حبس هم يغلطوش في العباد كونش هي فما بريود وصلت انا ايطاليا فما سكوادرا موبيل يشدوا قلقوا من العباد قلقوا من التوانسه اللي وقفوا يعدوا الحبس مثلا هو لقي سلعه لقي سلعه بعيد انت تونسي غبار تمشي الحبس علاش غبار؟ تونسي شدك في بياسه تاع غبره فهمت ولا لا؟ معناها انت شنو تعمل في بياسه تاع غبره؟ هم يضموش راه علاش؟ خاطرك انت كي ماكش غبار ما تدورش في بياسه تاع غبره كي مش تحب تغبره ما تدورش في بياسه تاع غبره وهما فادين من التوانسه ما شدك بياسه تاع غبره معناها انت غبار لوجيك مو غبار انا عندي طرف سلعه باش نعديك بها صارت قبل وتنحات لك يعني ما عادش يعملوا فيها انا نحب نسالك الناس الكل تحكي على انه السفر لايطاليا والحرقه لايطاليا حلم اغلب الشباب وكل واحد يحكي على الجنه الموعوده في الطليان ولكن الحقيقه والواقع حاجه اخرى مختلفه البدايه هذيك بدايه الغربه أنا. فما اللي يفلح ويعمل فلوس وفما اللي يشبه حبس وفما اللي يذيع وفما اللي يمشي في دومين اخر وهذيك باهي كل واحد تونسي يمشي لايطاليا تسمع به يحكي كان يقول لك كابو ديل كابو وكلمات وحكايات هو بيت تحت قنطره كابو ديل كابو بيت تحت قنطره ويصير سير من بعد بيت تحت قنطره يبدا بشوي بشوي ويقف ويعمل فلوس ويبدا يكري دار وتحسن اموره واللي يبعث في الفلوس تراشي زاد اللي يمشي لبرا عمره ما يحكي الحقيقه عمره ما يحكي العذاب اللي عايشه وديما يعديه في ميساج للي قاعدين في تونس على اساس هما شيخين وامورهم مريقله في الوقت اللي هما صحيح فما برشا حكايات تتخبى نقول لك 80 90% من الحكايات تتخبى تحكي لك الحاجات اللي باهيه وتبان الحاجات اللي باهيه علاش؟
تبين حاجات البيك يبعث شوية شوية فلوس تبين فهمت ولا ويولي يحكي ويقول لاباس وصافا صافا ما برش حاجات تحكيش برش كل واحد وحكيت كل واحد مصايب وكل واحد يصير له حكايات غربة صعيبة صعب غربة واعرة ومش سهلة لازم شكون يتحمل وشكون يقد فما شكون يقول لك نمشي ونمشي ونمشي نمشي يمشي يضرب شهر شهرين ويروح يهرب يهرب فهمت ولا انت عديت 20 عام غربة من عمرك ندمت والله ما ندمتش علاش باش ندم ما ندمتش لاباس الحمد لله ما عنديش علاش باش ندم معناها هي اكسبيرينس هي خبره في الحياه فهمت في هذا تبعت هي خبره في الحياه استغليتها انا لاباس نخدم مترسم وجوي باهي وعايش بداري بكرهبتي بمرتي معرس اموري واضحه صار فهمت كيفاش لكن الماجوريتين حتى نتاع الشباب يعني في حكومتك ناس تسوفري ناس تعاني ناس عايشه بربشه ناس معتها موجوعه هم يحبوا يبدلوا حياتهم هم بلد يعيشوا هنا بربش حتى انا كنت بربيش علاش حتى انا كنت بربيش كنت نخدم معاه كنت نخدم مسبة اليهودية هنا نكل هنا كنت طلقت في الزبلة نخدم في الزبلة كنت نخدم معاه الناس الكل في مسبة اليهودية كليت من الزبلة كليت من الزبلة ونرمار خدت خدمة خدمة النهار ما فيها نحن ما لقيناش وقت هذيك انا نفتخر بها قبل كنت نحشم بها قبل كنت نحشم بها ميك مشيت لطاليا عرفت خدمة النهار ما فيها عار اما خير نخدم هكاك ولا نمشي نسرق نمشي نفك كيفاش فك والسرقة كثرت كثرة صحيات وراك بركاجات وكل شيء صار معناها ما يمكن الصغار يحشم بها انا قبل اذا كنت صغير كنت نحشم بها زاده من بعد ما تسنين رمان جاوب خدمته لاباس